بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرتنا اليوم راح تكون استكمال لمحاضرة الفالويشن. بالمحاضرة السابقة تناولنا تسعير السندات بوند برايس وبريفيرد ستوك برايس، لكن اليوم راحين نروح لموضوع آخر من التسعير أو التقييم، تقييم الأسهم العادية اللي هي الكومن ستوك فالويشن كومن ستوك، وهي الأكثر استخداما. كل الشركات بنعرف فيها أسهم عادية، ولكن ليست بالضرورة أن يكون بالشركات أسهم ممتازة أو سندات. وكما هو معلوم بالأردن أنه لغاية الآن ما في شركة طرحت أسهم ممتازة، بالإضافة إلى طرح السندات يقتصر على الشركات الكبرى ذات التصنيف الائتماني العالي. بالنسبة للكومن ستوك في إلها نموذجين بيسموها الكونستانت جروث ستوك فالويشن والنون كونستانت جروث ستوك فالويشن. الكونستانت جروث ستوك فالويشن هو افتراض بأن الأسهم تنمو بنسبة ثابتة for ever مدى الحياة أو foreseeable على من هون للمستقبل وإلى آخر. الفورمولا تبعتها هي عبارة عن D 0 في 1 زائد G R ناقص G، أفسر اللي هي B 0 اللي هي the stock price time اللي هي سعر السهم، سعر السهم. D 0 اللي هي توزيعات الأسهم الكرنت ديفيدنس، الكرنت ديفيدنس بير شير قديش أنا آخر توزيع للسهم. واحد زائد جي اللي هي معدل النمو، كم ينمو، وإحنا قلنا هون بالنسبة لهذا النوع من الأسهم هو ينمو بنسبة ثابتة R ناقص جي اللي هي required return ناقص الجرو ريت. بهذا الافتراض يجب أن تكون الـ R أكبر من الجي، افتراض رئيسي يجب أن تكون الـ R أكبر من الجي حتى لا تكون القيمة إيش عندي سالبة. الشرط أن تكون الجي أقل من R أو R أكبر من جي، لأنه لا يوجد سعر سهم بالسالب. R required return وراحين نتعرف أن نعتبرها بمثابة الـ present value، بمعدل للـ present value. خلينا نشوف، نأخذ example. Find the stock price given that the current dividends is or current dividends equal to dollar per share. إذا يعني معناته توزيعات السهم الحالية بتساوي $2 per share. Dividends are expected to grow at rate equal 6%. يعني راح ينمو 6%. In the foreseeable على المستقبل، على مدى الحياة راح ينمو بنسبة 6% the future. And the required return equal is 12%. راح ينمو العائد اللي بيطمح له المستثمر أو بده إياه المستثمر بيساوي له 12%. إذن راح أقول 2 ضرب 1.6% تقسيم، بفتح قوس 12 ناقص 6% بيساوي له 35. خلينا أجرب على الحاسبة مباشرة، نجرب بنشوف، بنقول 2 ضرب 1.6% تساوي تقسيم بفتح قوس 12% ناقص 6%، كم بيساوي؟ بيساوي لي 35.333 عدد دوري. إذن هذا السهم اللي بيعطي توزيع الآن 2 دولار وينمو 6% مدى الحياة forever، وانه المستثمر بيطمح انه يكون الريكوايرد ريتيرن ايكوال 6%، اذا هذا السهم، هذا السهم العادي ذات النمو الثابت راح يكون سعره $35.33. قلنا احنا بالنسبه للافتراض سبوز ذا كونستانت جروث هي افتراض، ولكن بواقع الحياه لا تطبق، لا تطبق. ليش؟ لانه عاده الاسهم هي بتنمو بنسب
متغيرة وإلى آخره. إذن هذا بالنسبة للكونستانت جروث اللي هو النمو الثابت. لكن راحين نروح للأكثر أهمية اللي هو النان كونستانت جروث. النان كونستانت جروث طبعا بالنسبة للنان كونستانت جروث هناك طرق كثيرة جدا بتناولوها الباحثين والكتاب لاحتساب النان كونستانت جروث، لكن جميع الطرق هي تؤدي إلى نتيجة واحدة، ولكن كل واحد بيشوف الطريقة اللي بتناسب. لكن أنا ممكن أشوف الطريقة الأفضل اللي هي حتى تتلافى أو تحل مشاكل اللي هي السالب. إحنا قلنا يجب أن تكون إيش عندي الـ R ناقص G لازم تكون موجب، لكن لما بتكون الـ G أكبر من الـ R لما تكون الـ G أكبر من الـ R معناته راح تكون إيش عندي سالب عندي، وبالتالي بدأ تخلص من هذه الطريقة. الطريقة ببساطة كالآتي، إحنا أخذنا على مدار المحاضرات السابقة لـ Future Value والـ Present Value. إذن أنا حتى حل الـ Non-Constant Growth لازم يكون عندي مهارة بالـ Future Value والـ Present Value اللي هي عبارة عن كالآتي، اللي هي لاحظ مجموع من واحد لأن للبريزنت فاليو لمين؟ للكاش فلو 1 زائد البريزنت فاليو للكاش فلو 2 إلى البريزنت فاليو للكاش فلو N. يعني هذول الفترة هاي الفترة اللي فيها نون كونستانت، هاي النون كونستانت يعني هاي الفترات اللي بدي اطلع فيها تدفقات النقديه للفتره ايش عندي النمو الغير ثابت. يعني اذا كان بالسنه الاولى شكل والسنه الثانيه شكل او بالسنه الثالثه شكل او بالسنه الاولى زي السنه الثانيه وبعديها بتغير والى اخره، اذا هاي بسميها ايش عندي؟ بسميها النون كونستانت. اذا النون كونستانت لازم اطلع الكاش فلو تبعتها. ايضا بنهايه الفتره النون كونستانت راح تكون ايش عندي؟ مبلغ ثابت او نمو ثابت فور ايفر. اذا زائد دي زيرو، الدي زيرو هون هي اخر نمو وبدايه نمو للكونستانت جروث، زائد 1 زائد جي. شو الجي اللي هون المقصود فيها؟ الجي اللي هي النمو الثابت على ار ناقص جي، على R ناقص G required return ناقص الجي. أي جي منهم؟ الجي النمو الثابت للمرحلة اللي هي المرحلة بعد after non-constant. لا اللي هون هاي النتيجة هاي اللي هون هيك بقسمها على 1 زائد R قوة N. الN المقصود فيها اللي هي هاي الفترات. إذا كانت عندي فترتين ثلاثة معناته راح تكون N إيش عندي؟ قوة ثلاثة عندي. إذن هاي هنا عندي ال N اللي هي number of periods النون كونستانت، قديش عدد فترة النون كونستانت. إذا الخطوة اللي بعديها لازم أنا بعد ما أطلع الكاشف لو بدي أطلع البريزنت فاليو، وهون required return R أقل من G، R أقل من G في حالة يعني ممكن أحل السؤال في حال كانت أكبر أو أقل، يعني R أكبر أو أقل من جي ما في مشكلة بهذه الطريقة، إذا أنا بفضل استخدام هذا القانون لأنه راح يكون سهل، لأنه إحنا أتقننا الفيوتشر فاليو. على الرغم هناك طرق كثيرة جدا لحل هذا السؤال، لحل هذا التسعير. نروح على الورقة الثانية اللي هو النون كونستانت جروث. النون كونستانت جروث شو بدي أساوي؟ أسأل لها أول إشي الافتراضات الحل. أولا معدلات النمو مضروبة إيش في التوزيع الحالي تساوي الفيوتشر فاليو. اثنين قسمة الفيوتشر فاليو على R طلع يعني بريزنت فاليو. ثالثا استخدام معادلة إيش عندي الكونستانت جروث في المرحلة الأخيرة. طبعا هذه الطريقة سوف تتغلب على القيم السالبة كما يأتي لاحقا. خلينا نشوف هالإكزامبل 2. Suppose a firm and expected dividends by 20% net year and by 15% in 2 years. يعني معناته رح ينمو بالسنة الأولى 20% والسنة الثانية رح ينمو بنسبة 15%. ينمو بنسبة 15% in 2 years. طيب after that بعد السنتين after that dividends will increase راح تزيد معدل التوزيعات او نمو التوزيعات عندي at rate equal 5%. يعني بعد السنه الثانيه راح ينمو ايش عندي؟
5% per year indefinitely, على طول، على ايش عندي؟ على مدى الحياة. If that lasts بعد هذه الفترة، عفوا عندي if the last dividends paid was $1، يعني كان آخر توزيع له قبل، يعني اللي هي دي زيرو، كان عنده دولار عندي. بير شير كان توزيعاته ايش عندي؟ دولار بير شير. And the required return equal 20%. المعدل العائد المطلوب كم بيساوي؟ 20%. What is the current price؟ كم يساوي سعر هذا السهم؟ بلخص قبل اروح للحل، انه هذا السهم عندي كان توزيعاته عند تايم زيرو بيساوي لدولار. السنة الأولى راح ينمو 20%، السنة الثانية راح ينمو 15%، بعديها فور إيفر راح ينمو، يعني معناته بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والخامسة فور إيفر راح ينمو إيش عندي؟ بنسبة 5%. والمستثمر بيطلع إنه يكون الريكوايرد ريتيرن إيكوال 20%. كم يساوي سعر هذا السهم العادي؟ كم يساوي سعر السهم العادي؟ إذا نيجي كالآتي. إذا النان كونستانت جروث السوليوشن تبعتها، السنة الأولى كم راح ينمو؟ 20%، السنة الثانية راح ينمو 15%، بعديها راح ينمو فور إيفر 5%. إذا لازم أطلع إيش عندي؟ الكاش فلو. هو كان يعطيني دولار، أسعات راح ينمو ب 21%، أسعية للطريقة الأسهل لما أخذنا بالفيوتشر فاليو كنا نضيف واحد، أو هي فكرتها إذا بدك طول بعملية الحل، شو بتقول؟ 1 ضرب 20% بتساوي لي 20%، زائد 1 بيساوي 21%، بعديها 21% ضرب 15% زائدهم. الأفضل إلي إني أقول إيش عندي؟ 1 ضرب 21% راح تعطيني إيش عندي؟ الكاش فلو لمين؟ للسنة الأولى. أيضا راح ينمو بنسبة 1 و2 بالعشرة، راح تنمو أيضا 15%. إذا الـ CF2 الكاش فلو 1 ضرب 1 و15%، إذا راح ينمو، راح يكون في نهاية السنة الثانية دينار و838، يعني معناته راح يكون في بداية السنة الثالثة النمو تبعه فور إيفر 1 و38%. إذا بدي اطلع اسعات، هاي طلعت الكاش فلو، طلعت ايش عندي؟ التدفقات النقد. هسه بدي اطلع ايش عندي؟ البريزنت فاليو. بدي افترض انه المعدل الانترست ريتون، بدي افترض انه ايكوال للريكوايرد ريت اللي هو معدل العائد المطلوب. بقول 21% على 21% قوه 1 بيساوي لي 1، بيساوي لي ايش عندي؟ 1. ايضا ال 1.38 على 21% قوة إيش عندي؟ قوة 2 بيساوي لي 95%. إذا 1 زائد 95% بيساوي لي 1.95%، زائد أسعد اللي هون هو قانون إيش عندي؟ قانون الكونستانت. عندي قانون إيش عندي؟ الكونستانت. 1.38% اللي هو راح تكون المعدل الثابت في بداية السنة الثالثة، في بداية السنة الثالثة، ضرب 1.5%، 5% اللي هي إيش عندي؟ اللي هي النمو اللي هون، النمو. يعني أنا لو قلت 1 ضرب 21% ضرب 1.15% راح يعطيني 1.38%. 1.38% وين راح تكون عندي؟ راح تكون هون، راح تكون بداية السنة الثالثة، وراح تكون بمثابة إيش عندي؟ بمثابة الكونستانت، بمثابة إيش عندي؟ الكونستانت. إذن 1.38% ضرب 1.5% تقسيم 20% ناقص 5%، يعني معناته 1.38% ضرب 1.5% تقسيم 15% على اللي هون قلنا إحنا 1 زائد الريكوايرد ريتير قوة عندي 2. قوة 2 منين جت؟ قوة 2 الفترات النان كونستانت، النان كونستانت 1 2، قوة 2، قوة إيش عندي؟ 2، بتساوي لي هاي، بتساوي لي 6 و780، زائد هاي بتساوي 8 6 6 6. خلينا أحل الأولانيات عندي. إذا 1 ضرب 21% شو بتساوي لي عندي؟ بتساوي لي 21% هاي النمو الأولى، ضرب 1.15%، إذا نمو السنة الثانية قديش راح يكون عندي؟ 1.38%. طبعا لو كان في سنة ثالثة في تغير بضربها بإيش عندي؟ بزيد لها 1 وبشوف قديش عندي التغير اللي فيها. إذا أنا راح ينمو فيما بعد 5%، ولكن إيش عندي؟ راح تكون هاي بمثابة إيش عندي؟ بمثابة الكونستانت. إذا طلعت الفيوتشر فالي، هسه بدي أطلع البريزنت فالي. 1
واثنين بالعشرة واحد، واثنين بال واحد واثنين بالعشرة تقسيم واحد واثنين بالعشرة قوة واحد راح يساوي لي واحد، راح يساوي لي ايش عندي؟ واحد. اللي هون اللي هي وبعديها 1.38% تقسيم واحد واثنين بالعشرة قوة كم عندي؟ قوة اثنين. شو بتساوي لي عندي؟ بتساوي لي 95%. إذا 95% زائد واحد شو بتساوي لي؟ بتساوي لي 1955 لما بجمعهم. هسا بدي أحل هاي اللي هون عندي، بدي أروح أقول 1388 380 ضرب 1.5% تساوي تقسيم، بفتح قوس 20% ناقص 15 ناقص 5% عفوا ناقص 5% عندي شو بتساوي لي؟ بتساوي لي 9.66. هسا تلاحظ بدي اقسمها تقسيم 21% قوة كم عندي؟ قوة 2، قوة 2 زائد راح يساوي لي ايش عندي؟ 6.708 زائد واحد اللي هي هاي وهاي اللي هو 9.5833 عدد دوري. شو راح يطلع؟ 8.666 يعني راح يطلع عندي 8.666 بالألف. طبعا هذا السؤال هذا محلول أنا حليته بهاي الطريقة، لكن للأمانة العلمية أنا اخترت سؤال، هذا السؤال محلول هو على النت ومحلول على اليوتيوب، محلول على اليوتيوب بطريقة ماشي وأنا حليته بطريقة، لكن للأمانة العلمية هذا الرابط اللي موجود عليه اليوتيوب اللي بحل نفس السؤال وبطلع بإيش عندي؟ بنفس المعطيات. لكن برجع بكرر أنا بالنسبة لي بفضل هذه الطريقة على هذه الطريقة، لأنه إيش عندي؟ راحين نشوف إذا في حالات سالبة مشان أعالجها، بينما في الطريقة اللي موجودة هون راح تسبب لك مشكلة بالحالات إيش عندك؟ بالحالات اللي فيها سالب. إذن هذه الطريقة سواء كان موجب أو سالب ما راح يكون فيه مشكلة بإيش عندي؟ باحتساب سعر السهم العادي. إذن خلينا نروح على على الاكسرسايز اللي موجود باليوتيوب ونحله. لاحظ محلول بالطريقة هاي، بالطريقة هاي إنه قال لك دي 0 equal 1 إنه السنة الأولى 20% 15%. هاي طبعا السنة الأولى بتمثل لي إيش عندي؟ اللي هي السنة الأولى والسنة الثانية اللي هي نون كونستانت. إذا 21% إذا 21% ضرب 1 بتعطيني 21% ضرب 15% بتعطيني 31% اللي هي راح تكون دي 3. الدي 3 كم بتساوي لي؟ 1338% عفوا 1. إذا راح تكون في بداية السنة الثالثة راح يكون إيش عندي؟ نموها إيش عندي؟ 1.38% وراح تنمو 5% forever. يعني كيف يعني؟ يعني مثلا راح تكون 1.38 ضرب 1.5% ضرب 1.5% ضرب 1.5% ضرب 1.5% forever. إذن هاي الفترة عندي السنة الأولى والسنة الثانية كانوا إيش عندي؟ كان نموهم مختلف، لكن فيما بعد بعد السنة الثانية بداية السنة الثالثة راح يكون إيش عندي؟ الكونستانت. إذن D0 equal بساوي التوزيعات كانت إيش عندي؟ الكرنت ديفيدنس واحد. إذن واحد ضرب 21% بتعطيني 21%. هاي طبعا D1. D2 راح تساوي لي 1.2 ضرب 1.15% نفس الطريقة اللي حلينا عليها. السعيات بدي اطلع البرايس ايش عندي؟ B2D3 على R ناقص G اللي هي 1.38% ضرب 1.5% على 20 ناقص 5%. اذا لاحظ هاي طريقة الكونستانت، هاي طريقة ايش عندي؟ الكونستانت اللي هي النمو الثابت بعد مرحلة الافتر النون كونستانت. اذا راح اطلع هاي النتيجة اللي فوقانية هاي اللي هو عندي 1.38 ضرب 1.5% 1.5% تساوي تقسيم 20% ناقص 5% راح تساوي لي كم؟ بتساوي لي 9.66. طبعا 9.66 هي نفسها هاي اللي هون عندي، هاي نفسها، لكن شو اللي خلاها 6 رجعت ل 6.708 اللي هي انا قسمتها على 1.2 بالعشرة قوة 2 راح ترجع معي ايش عندي؟ 6.708. إذن أنا طلعت B2 عندي، B0 شو بتساوي لي عندي؟ إذن B2 شو بتساوي لي؟ 9.66. إذن B0 شو بتساوي لي؟ D1 على 1 زائد R قوة 1 زائد
دي 2 زائد بي 2 على 1 زائد ار قوة ان. إذن دي 1 كم كانت؟ 21% على 21% قوة 1. إذن 21% تقسيم 21% قوة 1 راح تساوي لي كم؟ بتساوي لي 1، وهي اللي طلعت معي بالسؤال الأول. اللي بعديها زائد 1.38% زائد 9.99 اللي طلعت معي بالسؤال الأول تساوي تقسيم 1.2 بالعشرة قوة 2 بتساوي 7.666 زائد 1 بتساوي لي كم؟ بتساوي لي 8.666. إذن 8 أو بقربها 8.667. إذن هاي طريقة، هاي طريقة، لكن هذه الطريقة قد تسبب مشاكل في حال وجود إنه إيش عندي؟ تكون هاي، تكون هاي أكبر من هاي. لما بطرح هاي لما تكون هاي عفوا لما تكون الجي أكبر، لما تكون الجي هاي هون أكبر من هون، إذا راح يكون إيش عندي؟ الأصغر ناقص الأكبر راح تطلع معي سالب. لكن الطريقة اللي حليت فيها ما راح يكون فيها مشكلة. وراحين ننتقل إثبات لهالكلام اللي بحكي فيه، للكلام اللي بحكي فيه إثبات إنه أسعى بروح نجرب سؤال في قيم إيش عندي؟ قيم سالبة. بنروح على example 3. خلينا نشوف example 3. طبعا هون عندي بهذا الاكزامبل واللي قلت انا عنده جي اكبر من الار. لما تكون الجي اكبر من الار معناته في قيم سالبه، واحنا الاسهم ما في قيم سالبه. اقل قيمه للسهم ايكوال زيرو، يا بتكون اكبر او ايكوال زيرو، greater than زيرو او ايكوال زيرو. خلينا نشوف هذا المثال، هذا المثال في سالب، لكن الطريقه اللي بحل عليها ما راح يكون في عندي اي نوع من المشاكل. The current dividends on a stock is $2 per share. التوزيعات الحالية كم بتساوي؟ $2 عندي، يعني كل سهم بطلع له ايش عندي؟ $2. And in visitors required، لكن المستثمر بطمح لايش عندي؟ لمعدل required a rate of return equal 12%. لكن المستثمر بطمح انه يكون ايش عندي؟ بطمح انه يكون يحصل على معدل عائد 12%. واحنا الريكوايرد ريتير احنا بنستخدمها لغايات الكونستانت او النون كونستانت، ماشي، بمثابه ايش عندي؟ بمثابه الانترست ريت في البريزنت فاليو، في مثابه الانترست ريت بالبريزنت. لكن احنا بالنسبه لنا الكونستانت ما في، لا بنطلع لا قيم حاليه ولا شيء، وكنا ما هناك ايش عندي؟ هو ثابت، وهذا افتراض غير قابل للتطبيق. الذي يحسب عليه صحيح او القابل للتطبيق اللي هو النون كونستانت. اذا المستثمر بيطمح انه يكون في عائد 12%. ديفيدنس ار اكسبكتد، لكن المتوقع انه تو جرو ريت ايكوال راح ينمو ايش عندي؟ 20% equal at rate equal 20% per year. راح ينمو ايش عندي؟ 20%. النمو تبعه لاحظ الجي تبعته ايش عندي؟ اكبر من الار. لكن ننتبه، بقول لي over the next 3 years، لكن هو راح ينمو ايش عندي؟ سنويا، يعني السنه الاولى راح ينمو 20%، السنه الثانيه 20%، السنه الثالثه 20%، لكن بعد السنه الثالثه over the next 3 years and then at a rate equal 5% per year راح ينمو بنسبة 5% from that point on. يعني من بعد هاي النقطة، من بعد السنة الثالثة راح ينمو بنسبة ايش عندي؟ 5% forever. Find the price of the stock. اذا انا عندي السنة الاولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة والى اخره، لكن انا معني بالسنة الاولى راح ينمو 20%، والسنة الثانية ينمو 20%، والسنة الثالثة راح ينمو 20%. لكن أصل التوزيع قديش عندي؟ 2. هي الفكرة تبعتها 2 ضرب 20% زائد 2 بيساوي لي دينارين و400 فلس. لكن أسرع لي دائما بضيف إيش عندي؟ الفيوتشر فاليو كنت أضيف إيش عندي؟ الواحد. بقول 2 ضرب 21% ضرب 21% ضرب 21% ضرب 21% اللي بتعطيني السنة الأولى الكاش فلو للسنة الأولى، ضرب 1 و2 بالعشرة بتعطيني السنة الكاش فلو للسنة الثانية، ضرب إيش عندي؟ ال 21% بتعطيني الكاش فلو للسنة الثالثة. إذن الكاش فلو للسنة الثالثة هو
هو راح يكون الكونستانت لمين؟ لبدايته في السنة إيش عندي؟ في بداية السنة الرابعة. إذا 2 وضرب 1 بالعشرة شو راح تعطيني؟ 2 و4 بالعشرة راح ينمو إيش عندي؟ 2 و4 بالعشرة راح تنمو 1 و1 و2 بالعشرة راح يصير 2.88%. إذا الكاش فلو راح يجيني بالسنة الثانية دينارين و888، بس راح ينمو أيضا ب 20%، راح يجيني الكاش فلو 3.456، لكن هذا بدي يجيني بعد سنة، وهذا بدي يجيني بعد سنتين، وهذا بدي يجيني إيش عندي بعد 3 سنوات، هذا بدي يجيني بعد 3 سنوات. إذا بدي أطلع إيش عندي البريزنت فاليو، شو علي ما أقول عليه؟ إني 2.4 بالعشرة على 1.12% قوة إيش عندي؟ قوة 1 زائد 2.88% على 1.12% قوة إيش عندي؟ قوة 3 زائد 3.456 على 1.12% قوة 3. لاحظ ببساطة آخر نمو هو راح يكون إيش عندي هون، راح يكون إيش عندي دي زيرو. دي زيرو لمين؟ راح يكون للمرحلة الثانية. ضرب 1.5%، 5% هي راح تكون إيش عندي من بعد السنة الثالثة، 5% على 12% ناقص 5% على 1.12%. نركز على 1.12%. منين قوة ثلاثة؟ هاي القوة ثلاثة منين جتني؟ القوة ثلاثة إنه هون الفترات عندي كم من فترة؟ 1، 2، 3. إذن الفترات إيش عندي؟ قوة ثلاثة. إذن بحل السؤال عندي. لاحظ كيف بدي أحل. بحل مباشرة إذا كنت معي آلة حاسب زي هيك، بقول 2.4 بالعشرة تقسيم 1.12% قوة 1. طبعا لما يكون في عندك قوة 1 ما في داعي أرفعها للقوة 1، راح تكون نفسها عندي، تساوي راح كم تساوي؟ 2.142 زائد 2.88 تقسيم 1.12% قوة إيش عندي؟ قوة 2 زائد 3.456 تقسيم 1.12% قوة إيش عندي؟ قوة 3. هذول مقدارهم، هذول هاي زائد هاي زائد هاي كم بتساوي لي؟ 6.898. 6.898. أساعات بروح وين أشتغل؟ على الكونستانت، لكن الكونستانت برجع وين أقسمه كمان؟ على البريزنت فاليو، على إن البريزنت فاليو للفترة السابقة عندي. إذا هاي راح تكون إيش عندي؟ 6، برجع لها بعدين، بقول 3.456 ضرب 1.5% تساوي تقسيم، بفتح قوس 12 ناقص 5% عندي تساوي لهذا المقدار، بتساوي لي 51.840. لكن انا بدي اقسمها على ايش عندي؟ على 1.12% قوة ايش عندي؟ قوة 3 تقسيم 1.12% قوة ايش عندي؟ قوة 3 بتساوي لي 36. هذا المقدار اللي هون، هذا المقدار كم بيساوي لي؟ 36.808 زائد 6.898 بيساوي. إذا هذا السهم بالملي بيساوي لي 43 دينار مثلا و79 قرش، أو تقريبا 80 قرش إذا أنا بدي أقربها لأقرب مرحلة عندي. ممكن أقول والله 43 دينار و80 قرش أو 43.800 سنت. إذا 80 سنت عفوا. إذا أنا بالنسبة لي حليته بالطريقة، لكن ممكن ينحل بقوانين ثانية، ممكن ينحل بقوانين ثانية، ولكن القانون قد يكون طويل، ولكن هذا القانون قد يكون مفضل، قد يكون هذا المفضل اللي بدي أشرح بعد صفحة 6، هو إذا كان عندي فترات، إنه فترات نمو ثابت. يعني مثلا لنفترض انه بفضل هذا استخدام القانون، لو كان ايش عندي النمو الثابت من واحد مثلا من 1 ل 20 سنه كان ينمو بنسبه 20% 20% 20% 20% 20% 20%، ماشي، وبعديها راح ينمو بعد ال 20 سنه راح ينمو ب 5%، بفضل استخدام القانون اللي بدي اشرحه الان. لكن اذا بتكون فترات بسيطه جدا، لا، القانون هذا الافضل. اذا في قانون ممكن احل هذا السؤال بطريقه، او ايش عندي قانون اخر، اللي هو نشوف القانون الآخر عندي. القانون الآخر اللي هو هيك راح يصير عندي، راحين نشوف كيف طريقته، راحين نقول الطريقة تبعته، أو هيك خلينا نشوف يصير معنا. هيك بنقول دي زيرو واحد زائد جي وان، اللي هي الجي وان المرحلة اللي فيها مرحلة النمو الأول أو السكشن الأول. إذا كان في عندي سكشن مقطع بأخذه كاملة، بعتبر إيش عندي؟ جي وان على R ناقص G1. هنا احنا بدنا نحل السؤال اللي كان اول، انه كانت R
R، لما طرحت R من G كانت سالب عندي، سالب عندي، كانت معناته إيش عندي؟ الG أكبر من R. إذا بدي أحله على القانون اللي موجود باليوتيوب ما راح يزبط معك. إذا لكن حتى أتخلص من السالب، حتى أتخلص من السالب لابد إلا أقول واحد ناقص واحد أكبر، واحد ناقص أكبر من الواحد راح يصير سالب. إذا سالب مع سالب راح أتخلص فيه، بقول واحد ناقص واحد زائد جي 1 على واحد زائد آر قوة إن. انتبه أسعد جي 1، جي 1 اللي هي السكشن الأول، المقطع إيش عندي؟ المقطع الأول، زائد هذا اللي هون واحد زائد جي 1 على واحد زائد آر باور إن ضرب دي 2 اللي هو التوزيع اللي هون عندي، التوزيع اللي هون، لكن ضرب ايش عندي؟ واحد زائد جي 2 على ار ناقص جي 2 عندي. بنطبق الحل، بنقول 2 ضرب 21% على تقسيم اللي هي هذا المقدار، هذا المقدار 12% ناقص 20%، شو راح يعطيني؟ ناقص 30. راح يعطيني ايش عندي؟ ناقص 30. واحد ناقص 21% على 1 و12% قوة 3 ناقص 1 راح يعطيني ناقص 2299. 2.2 ناقص 2299 بال10000 ضرب ناقص 30 شو بتعطيني؟ ناقص مع ناقص موجب بتعطيني 6898. 6898 لاحظ 6898 هيها موجودة وين؟ بالسؤال اللي هون. لاحظ هذا اللي حليناه بالطريقة. لاحظ احنا قلنا هذا القانون مفضل لما تكون ايش عندي؟ فترات طويلة، لكن لما تكون فترات قصيرة جدا لا بحله. لاحظ لو كانت الفترات عندي بهذا السؤال، لو كانت ايش عندي؟ النمو لعشرين سنة ما بشتغل بالطريقة هاي، راح اشتغل ايش عندي؟ راح اشتغل بالطريقة هاي. طبعا راح يعطيني هذا الجواب، راح يعطيني هذا الجواب اللي هون عندي، هذا الجواب اللي زائد طبعا هون عندي 1299 هيها موجودة هون ضرب 2 ضرب 1.5% أيضا ناقص اللي هي 2.1% تقسيم بفتح قوس طبعا 12% ناقص 5% يعني أنا بقسمها على 7%. لاحظ هذا المقدار، هذا المقدار 2 ضرب 1.5% على 12 ناقص 5% شو بيساوي لي هون؟ بيساوي لي 36. هذا المقدار كم بيساوي لي؟ 36. لو رجعنا للسؤال اللي هون، لو رجعنا للسؤال اللي هون لما قلنا 3456 ضرب 1.5% على 12 ناقص 5% على 1.12% شو طلع معي الجواب؟ طلع 36. اذا طلع معي نفس الجواب. اذا هذا القانون، هاي الطريقة بفضل فيها إذا بتكون الفترات بسيطة جدا. أما عندما تكون الفترات طويلة، عندما تكون الفترات طويلة وفي في سالب، بفضل استخدام إيش عندي؟ بفضل استخدام هذا القانون. إذا 6898 زائد 36 شو بيعطيني؟ بيعطيني 43.7 طبعا. طبعا وهنا بطلع إيش عندي؟ مطابق حل السؤال 100%. وثانك يو، وأنا بشكركم على حسن الاستماع، ورح نلتقي في آخر محاضرة المرة القادمة، ورح تتناول اللي هي الجزئيات الـ Weighted Average Cost of Capital. ولكن لحسن الحظ أنه أغلب العناصر الموجودة بالـ Weighted Average Cost of Capital تقريبا حليناها، هي موجودة مثلا بالديت وموجودة بالبوند برايس عندي. إذن بلتقي معاكم على المحاضرة القادمة، بتمنى إنكم استفدتوا، ومئة بالمئة راح يكون أحد الأسئلة من هاي المادة عندي، وشكرا لكم.